كابتن أسام، على الصعيد الهلالي الملاحظة على أسامة هوساوي تقريبا تذبذب في المستوى أو تقريبا تشتت في الذهن خلال المباريات، قيل أن السبب العقد وما إلى ذلك، كيف تشوف هذا الأمر أسامة؟ حدد لي المباراة مثلا، جاي المباراة بشكل عام. بشكل عام حدد لي بالعكس، قدمنا يعني نتكلم عن نفسه بالعكس في المباريات طيب. يعني أنت تشوف العقد ما له أي تأثير عليك؟ ما في تأثير أصلا، ما أشوف في تأثير، ما في تأثير. عشان كذا أقول لك أنا أتكلم علي، تتكلم علي مباراة أنت مثلا يا. صعب اني احدد فنيا، انا اتكلم اللي تداول في الاعلام. يعني لازم تحدد، ما يعني خليك كلام الاعلام، انت ما تحدد لي مباراه اهلي، مباراه شباب، مباراه هجر. اذا كان مثلا انت تتكلم ست مباريات مثلا، مجمل المباريات اللي انت تكون سيء فيها كم وتكون ممتاز فيها، فتكون في يعني نسبه، يعني فاهم قصدي؟ يعني ما له اي تاثير ابدا اسامه، انت تلاحظ انه عادي الوضع؟ ما في شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي يعني، انه ممكن يتاثر اللاعب، يفكر بالعقد، يفكر ما في شيء اصلا. انت تتكلم على ما في شيء بالعكس، قاعدين نقدم مباراه ممتازه انا وزملاء اللاعبين بالعكس، يعني مباراه هجر وقدمنا مباراه يمكن مباراه الشباب ما ظهرنا بصوره ممتازه، مباراه الاهلي بالعكس من افضل المباريات. يعني ما تجي مثلا ما تجي تقول لي ليش مباراه الاهلي قدمت مباراه كويسه، يعني تجيني تقول لي ليش مباراه الشباب قدمت مباراه سيئه، يعني دائما احنا ندور الشيء السيء. ليش ما قلت لي مباراة الأهلي مثلا كنتوا كفريق كويسين كمجموعة وقدمتوا؟ أسامة كابتن أنت نجم كبير، فأي نزول في المستوى بسيط باللحظة، عشان كذا أنا أقول لك عادي. طبيعي أقول لك، أنا أقول لك طبيعي، هذا الموسم اللي قبله في مباراة ريتم فوق مباراة ريتم تحت، فالمجمل أنت هتتكلم على مجمل المباريات، عشان كذا أنا سألتك، السؤال ما كان واضح يعني. طيب نشوف أسامة ممكن نشوفه برا الاحتراف الخارجي مثل السعودية في الخارج؟ أتمنى أكيد، أتمنى إن شاء الله. أتمنى كل لاعب يتمنى إنه يحترف مو بس أسامة.